قبل ما نبتدي الفيديو حبيت بس اعرفكم معلومة، ان لو حد عايز يتفرج على فيديو وحاسس ان الفيديو طويل عليه، في 3 نقط فوق كده يعني من جهة الشمال هتلاقوهم، هتضغطي عليهم وهتختاري سرعة 1.5. بكده انت هتسمعي الفيديو بسرعة جدا، مش هتاخدي وقت وهتسمعيه كله. قلت افاتكم يعني اللي مش عارف المعلومة دي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة، نسلم على بعض كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. الله على الجمال، احلى بطة هتعمليه، حلو جدا. يلا تابعي معايا الفيديو وشوفيني عملت البطة الحلوة دي ازاي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا النهاردة عند ماما، قلت لها النهاردة هريحك وعملك الغدا بقى يا حبيبتي، فقلت بقى هنعمل مع بعض النهاردة ونشارك سوا عملنا ايه. احنا هنعمل فاصوليا بيضة وعندها فرخة بلدي وبطاية، هنعملوها مع بعض وهقول لكم انا بعمل البط ازاي. اول حاجة الفاصوليا دي حطيتها من بالليل في المية، وقمت الصبح لقيتها نفشت وبقت زي الفل كده. دي فاصوليا اللي هي الناشفة البيضة، والبطة والفرخة طلعتهم من بالليل على الشبكة، قلت اجهز كده علشان خاطر اقوم الصبح ابتدي على طول ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده احنا بقينا الصبح اهو وهنبتدوا على طول. اول حاجة البطة بتاعتي اهي، قلت اطلعها برضو طلع ايه لسه برضو فيها تلج شوية، فحطيتها في شوية مية وهسيبها شوية، وبعد كده هحط لها ملح وليمون ودقيق. الدقيق يا جماعة دي الفرخة هي اللي انا بقول لكم عليها، الدقيق يا جماعة بيشيل الزفارة وهايل جدا في شيل الزفارة. بس دايما كده قبل ما نعمل اي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، عشان ربنا يبارك لنا في اي حاجة بنعملها. دلوقتي انا رحت جهزت البصلة، انا جبت بصلتين كده حلوين ورحت فرماهم. دي الكبة اللي ماما جايباها من سنتر هي وبس، اللي هي غير بتاعتي، دي اكبر من بتاعتي. دي بقى ب95 او ب100 تقريبا، حلوة قوي قوي عجباني جدا، يعني كمان اكبر، فحلو للي عايز الحجم الكبير كويس، واللي بيستخدم الحجم الوسط وعندهم الحجم الصغير زي ما انش حبة. بنحتاج كل حاجة والله. دلوقتي بقى انا حطيت حلة على النار ورحت حط عليها حتة زبدة. هتعملي ايه يا شيرين دلوقتي؟ هبتدي بالتسبيكة. عملت شوية حاجات متلخبطة كده علشان خاطر عبل ما الفراخ الفرخة والبطة يفكوا، ورحت عليها نازلة عليها بالبصل. مش مشكلة يعني السمنة تسيح، مش مهم عادي، نزلت على طول وكده كده ايه هيتحمروا بسرعة مع بعض. يعني هخلي البصلة تبقى لونها ذهبي كده، بعدين هنزل عليها بالطماطم على طول. سامحوني ما جبتش كل حاجة بتفاصيلها علشان خاطر مش معايا ستاند ان انا احط عليه الموبايل وعمالة اصور بايديا، فما كنتش عارفة. اهو دلوقتي اللي انا كنت بقول لكم عليه، مسكت البطة كده نضفتها حلو ورحت حط عليها ليمون وملح ودقيق وسبتها تتنقع فيهم ربع ساعة كده. تمام كده، الخطوة دي مهمة جدا، بتضيع اي زفارة في البطة، وكمان هقول لكم خطوة تانية تضيع لكم الزفارة برضو. دلوقتي بقى نزلت على طول بالطماطم، وهحط حتة صلصة وهحط حتة تومة ورقة لورا، بيخلي الفاصوليا البيضة تحفة، وفلفل اسود. بصوا اللي هي دي برضو من سنتر هي وبس، حلوة قوي قوي قوي، استلس نوعه نضيف. دي هرس التوم، تحطي فيها كده فصين توم، تقومي ايه تقوم فرمهم لك على طول زي ما انتوا شايفين كده. كنت خايفة استخدمها مش عارفة ليه، قلقانة منها، وانا كمان مبطئة الفيديو شوية عشان اعرف اتكلم عليه. او بتطلع كده بكل سهولة، هجيب بس السكينة اخدهم عشان هو كان يدوبك فصين صغيرين، انا مش بحب اكتر توم في اكلي عشان مغص بقى والقولون وكده. وحطيت ورقة اللورة اهو زي ما انتوا شفتوا، حطيت لها شوية شوربة وكمان شوية فلفل اسود ومعلقة صلصة عشان تديني لون حلو كده، وطماطم طبعا، يعني انا حاطه طماطم وحاطه صلصه. هسيبها بقى، اهم حاجه وانتي بتسلقي الفاصوليا ما تهريهاش عشان لسه هتكمل سوا في الصلصه. ودلوقتي هنا بقى الحله الفاضيه دي من غير اي اضافات هحط فيها ايه، هسيبها تسخن كويس وهنزل على طول بالبطه. دي الحركه بقى اللي بتضيع اي زفاره في البطه خالص، وكمان حلوه في ايه، ان انا لما اجي لو انت مثلا خايفة من دهون البط او كده، في الخطوة دي وانت بتشوحيها كويس هتنزل سمنة كتير جدا، ارميها يعني لو انت خايفة من دهونها. بصوا بقى عملت ايه، شوحت على الجنب ده ورحت قلبها على الجنب التاني، شايفين اللون بقى تحفة ازاي وبيضيع اي زفارة منها. ودلوقتي هنزل عليها، سخنت الكتل مية سخنة وهنزل على طول عليهم بالمية السخنة علشان اديهم صدمة عشان لو في اي دم جوه.
برضو دي خطوة مهمة، خلي بالك وانت بتسلقي تكبي، وبعد ما تشوحيها قصدي تكبي عليها مية سخنة حاملة تاني طبعا الكاتل، لاني المية مش كفاية عشان انا عايزة اغطيهم عشان يستووا. وخلي بالكوا وانتوا بتسووا ان الفرخة بتستوى قبل البطة، يعني ما نسرحش ونقول لا لسه البطة ما استويتش، لا الفراخ بتستوى قبل البط. تمام كده اهو الفرخة طلعتها الاول اهو وسبتها، ودلوقتي بقى هنعمل ايه التتبيلة بقى اللي انا هشويها بيها في الفرن. يعني انا سلقتها وما تحاوليش تسويها جامد عشان كده كده لسه هتكمل سوا في الفرن. حطيت بصلة وفلفل اخضر وطماطم، واحط عليهم شوية من السبع بهارات وشوية من الزيت. انا طحنتهم الاول وبعدين حطيت الزيت في الاخر. تمام كده، وهتحطي عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسمد وشوية فلفل اسود وشوية بهارات سبعة زي ما قلت لكم، هتخليها حلوة جدا. بعد ما طحنتها اهو، انا كنت نسيت احط الزيت فرحت حطاها في الوقت ده، ما بتاخدش معاك اي حاجة، هتديكي طعم حلو جدا. لو عايزة تحطي معلقة صلصة حطي، بتدي لون حلو برضو. بس كده هاخدها بقى اتبل بيها البطة من بره ومن جوه كويس جدا، هي والفرخة. بس انا قطعت الفرخة على اربعة علشان خاطر ايه استوت معايا شوية، اما البطة سبتها زي ما هي سليمة. خلاص كده هنروح بقى نتبلهم، وللأسف هرجع بعد خلاص ما طلعوا من الفرن، جالي تليفون ومعرفتش اصور خالص. اهو طلعوا بقى من الفرن خلاص، بعد ما زي ما قلت لكم ما عملتش اي حاجه غير ان انا تبلتها من بره ومن جوه، ورحت مدخلاها الفرن بس فتحت الشوايه من فوق ومن تحت. طلع طعمها حلو جدا، البهارات السبعه بتدي طعم حلو جدا. انا بجيب بهارات سبعه اسمها باب الشام، حلوه قوي بجد، هتعجبكم جدا لو جربتوها، ومنتجاته تحفه. بصوا البطايه بقى طلعت حلوه ازاي، حلوه قوي وطلعت مستويه وكأنها مشويه، فعلا طعمها طلع حلو جدا. وكمان عملنا رز معمر هتشوفوه دلوقتي معايا، بس ايه مش هقول لكم، مش هوريكم طريقته يعني، ما صورتش للاسف زي ما قلت لكم كده جالي تليفون. كان عندنا اهو برضو مكرونه بشاميل، بس صراحه مكرونه بشاميل دي انا كنت عاملاها بالليل وكان باقي منها اكتر من كده، بس الاكل بقى بالهنا والشفا. والشوربه بصوا فاتحه ازاي، علشان انا بحط الفلفل الاسود حصى وبحط ورق لورا وحبهان، وده الرز المعمر. عملنا صينيتين رز معمر، وبألف هنا يا رب على قلوبنا، يا رب على قلوبكم ان شاء الله. شايفين الرز وشه احمر وحلو ازاي، تحفه. يلا هسيبكم في رعايه الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامه، باي باي.